ما اريد اقول اسماء بدون زعل لانه هواي عندي اصدقاء ما احب احكي هواي عن حياتي الشخصيه. اياك تلحقني. كنت نارين بيوتي واسو. هاي اهلا فيك يا بتشرف. بتشرف والله لي الشرف. والله الاجواء جدا جميله، كثير انبسطت بهذا الايفنت لانه جمع كل صناع المحتوى من كل مكان وسوى لنا علاقات جديده وتجربه جديده يو نو، فحبيتها. كل الفئات والله صوت لاصدقائي، ما اريد اقول اسماء بدون زعل لانه هواي عندي اصدقاء، فصوت اللي يستاهل. والله يعني ممكن كل شيء، ممكن افوز ممكن ما افوز، بس انا مجرد وصولي لهذا المكان بالنسبه لي فوز، وكلش فخوره بنفسي ومتابعيني اللي وصلوني هذا المكان، وسعيده بلقاء كل هاي العالم وحضوري بقطر بهذا المكان، هذا بالنسبه لي فوز. اوكي صراحه ما احب احكي هواي عن حياتي الشخصيه، بس لما يصير شيء رسمي راح اطلع واقول لكم. اياك تلحقني. فان شاء الله خير. اكسكلوزيف اكيد. خلص مني لك. ممكن نارين بيوتي واسو. هذول يعني ماي بيست فريندز. لا تستسلمون وسووا الشيء اللي انتم تحبوه، لا تجبرون نفسكم تسوون شيء انتم مو حابين، لانه الانسان ينجح بالشيء اللي يحبه وماكو شيء مستحيل. انا اكبر مثال. بس ثانك يو، ترى فيك.